الله الرحمن الرحيم، نواصل معكم الحلقات المتتالية من كتاب الرحالة والغابة تأليف أحمد الشهاوي. النهاردة هنقرأ الفصل بعنوان اليوم الأول مع الهنود الحمر في لابونشا. غادر القارب الصغير المتهالك شاطئ النهر مترنحا. وقفنا المرة اللي فاتت اما فرناندو مشي وانا نزلت على شاطئ النهر وقلت له توكل انت على الله ونتقابل بعد 10 ايام هنا في نفس المكان. القارب بدأ يمشي وأنا واقف على الشط براقب القارب وهو بيمشي. غادر القارب الصغير المتهالك شاطئ البحر مترنحا وأخذ يبتعد شيئا فشيئا، وأنا أقف وحدي أتابعه بنظري. وعندما بدأ القارب يتلاشى في الأفق شعرت بخطورة القرار الذي اتخذته، وبدأت أسأل نفسي أليس من الأفضل أن أنادي على القارب ليأخذني معه؟ فربما كان هذا القرار متهورا ولم يحسب حسابه جيدا. وحدثتني نفسي بأن الوقت لم يفت بعد ويجب أن أصيح بأعلى صوتي على فرناندو ليعود ويأخذني معه، وإن من الحكمة أن أتراجع الآن عن قراري بدلا من المجازفة بالحياة وإلقاء النفس إلى التهلكة. ولكنني رددت في نفسي بحسم: إن هذه الفرصة لن تتح لك مرة أخرى، فإما أن أغتنمها وإما أن أجلس طوال العمر أنعي حظي وأبكي على الفرص التي مرت من أمامي. وأنه يجب أن لا أكون من الذين يجلسون ويرون الحياة تمر من أمامهم وليس عندهم من الشجاعة ليشاركوا فيها. سر على بركة الله، سر على بركة الله، وما أراد الله كائن لا محالة. ورددت مع نفسي بيت الشاعر القائل: يفوز باللذات كل مغامر ويموت بالحسرات كل جبان. وألقيت على القارب الصغير نظرة الوداع الأخيرة حيث أنه بدأ يتلاشى عن نظري في ذلك الأفق البعيد، وذهب القارب وذهب معه صديقي فرناندو. توكلت على الله وأدرت ظهري إلى النهر وبدأت أصعد الهضبة الصغيرة، وخطوة تتلوها خطوة في اتجاه أكواخ الهنود الحمر. وأنا أسأل نفسي أسئلة كثيرة: هل سيقبل أهل القبيلة أن أعيش معهم؟ وماذا سأقول لهم؟ وكيف سأشرح لهم من أين أنا؟ ولماذا أتيت إلى هنا؟ وهل سيعاملونني على أنني عدو أم حبيب؟ وهل سيستقبلونني بالغناء والأفراح أم بضرب العصي والرماح؟ إن عقلي يكاد ينفجر من كثرة التفكير ومن كثرة الأسئلة التي تتردد على ذهني، وقدماي تقتربان شيئا فشيئا من أكواخ الهنود الحمر، وكل تفكيري مركز في سكان هذه الأكواخ، حتى إنني لم أعد أشعر بجمال ما حولي من أشجار شامخة وطيور تملأ الكون بغنائها. فأنا الآن على مسافة قريبة من قرية الهنود الحمر. تطرق إلى سمعي بعض الأصوات البشرية من بين الأشجار، وشعرت إن الأصوات تقترب شيئا فشيئا،
وقفت مكاني أسترق السمع إلى مصدر الصوت، ثم رأيت بين الأشجار طفلة صغيرة حافية القدمين في الخامسة من العمر، وبجانبها أخاها في السادسة من عمره، مكشوف الصدر والبشرة بنية اللون، ويرتدي كل منهما سروالا صغيرا. فابتسمت لهما فخرج من مخبأهما واقترب مني، وكل منهما يلف حولي ليراني من كل النواحي ويحاول أن يكتشف أسرار هذا الغريب. وإذا الولد الصغير يتحسس ثيابي ويحاول أن يكتشف أسرار هذا الغريب وأخذ الولد الصغير يتحسس ثيابي وكأنه يريد أن يتعرف على نوعية القماش التي صنعت منه. وتذكرت أنه ما زالت في جيبي بعض حبات الحلوى الصغيرة البونبون، فأعطيت كل منهما حبة حلوى. وقفز الطفلان من الفرح وانطلق يركضان إلى القرية لينقلا خبر هذا الغريب الذي هبط عليهما من السماء. اختفى الطفلان بين الأشجار، وواصلت المسير في اتجاه القرية، ثم رأيت أول رجل منهم، وكان يقف وحده بين الأشجار وبيده سكين كبيرة يقطع بها بعض النباتات، وكانت أيضا بشرته بنية اللون تميل إلى الإحمرار، وربما يكون لون بشرتهم هو السبب في تسميتهم بالهنود الحمر، ربما يكون ذلك. عاري الصدر ويرتدي سروال باهت اللون، فاقتربت منه وحاولت أن أحييه بقولي هلو، فنظر إلي بعينه من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل ولم ينطق بحرف واحد، وكأنه قد أصابه الخرس من شدة المفاجأة. فحاولت أن أبتسم له ابتسامة عريضة ومددت له يدي ونطقت له اسمي وسألته عن اسمه، فقال بيدرو ومد أيضا يده ليسلم علي. كنت أستعمل لغة الإشارة باليد والجسد مصحوبة بنطق بعض الألفاظ، وحاولت أن أستمر في محاولة الحوار معه حتى وإن لم يفهم. حاولت مواصلة الحوار معه حتى وإن لم يفهم ما أقول. وليس مهما هنا ما هي اللغة التي أتحدثها، المهم أن أتحدث وأن أتحدث، المهم أن أتحدث وأن أتحدث بالفعل، وكأن الآخر كان يفهمني. فرغم اختلاف اللغات ورغم أن أحدنا لا يعرف لغة الآخر، إلا أنه هناك عن طريق العين وملامح الوجه وحركة اليد والجسد يمكن تبادل كمية كبيرة من المعلومات، يمكن تبادل كمية كبيرة من المعلومات أكثر مما نتوقع. وكما نعرف فإن الحاجة أم الاختراع، ففي مثل هذه المواقف الضرورية يتفنن العقل البشري ويبتكر طرق وتعبيرات جديدة لتبادل المعلومات. وأحيانا أخرى تفشل لغة الإشارة في التعبير عن أشياء تبدو بسيطة. مش كل مرة لغة الإشارة بتجيب نتائج أكيدة، بعض الحالات بتفشل في نقل بعض المعلومات، وأحيانا يحدث سوء فهم أيضا. فالأمثلة على ذلك كثيرة. فقد كنت ذات مرة في جنوب غرب الصين، فمرة على مثال لغة الإشارة أما يساء فهمها، كنت في جنوب غرب الصين أبحث عن الغابات التي ما زالت على طبيعتها الأولى،
وجدت المنطقة المطلوبة على بعد كيلومترات معدودة من الحدود الشمالية لجمهورية لاوس، ورغم أن الإنسان قد دمر الكثير من الغابات وأباد الكثير من مخلوقات الله الجميلة، إلا أنه ما زالت هناك على الكرة الأرضية مناطق رائعة الجمال، ولكن لا يجد هذه المناطق إلا من يبحث عنها. أنا بالطبع لا أتحدث اللغة الصينية، ومن الصعب تعلمها ومن الصعب كتابتها أو حتى قراءتها، وأغلب المناطق التي زرتها في الصين لا يتحدث أهلها لغات أخرى، والصينيون يشربون الشاي الأخضر بدون سكر. وبعد فترة زمنية كنت قد تعودت أنا أيضا على ذلك، تعودت أنا كمان أن أشرب الشاي الأخضر بدون سكر، وظللت شهورا هناك لا أشرب إلا الشاي الأخضر الخالي من السكر. وبينما كنت في تلك المنطقة المتطرفة عن العالم، تمنيت أن أشرب كوب من القهوة المحلاة بالسكر. فمرة كل يوم شاي أخضر شاي أخضر بدون سكر، فتمنيت مرة من المرات أن أشرب كوباية قهوة بسكر. ويبدو أنني تمنيت أمنية كبيرة صعبة المنال، وبعد محاولات عديدة استطعت الحصول على بعض القهوة. ليت قهوة، ما كان اشتري منه شوية قهوة. ولم يبقى أمامي إلا الحصول على السكر حتى يكتمل المشروع. أنا عايز أشرب قهوة بسكر، القهوة لقيتها، ودلوقتي عايز أدور على السكر، وطبعا ما بتكلمش اللغة الصينية، وهم ما بتكلموش هناك أي لغة تانية غير اللغة الصينية. ولم يبقى أمامي إلا الحصول على السكر حتى يكتمل المشروع، وأخذت أجول في الشوارع باحثا عن مكان أشتري منه بعض السكر. فدخلت إلى إحدى المحلات وبيدي كتيب صغير، وأشرت إلى كلمة فيه باللغة الصينية. كان معايا كتاب مترجم صغير كده فيه بعض الكلمات الصينية المترجمة بلغة تانية، فشاورت له على الكلمة اللي في الكتاب اللي معايا عشان أنا عايز أشتري سكر. فذهب الرجل إلى داخل المحل وأحضر لي بعضا من حبات الحلوى، فأوضحت له إن هذا ليس هو المطلوب، فأحضر لي نوعا آخر من الحلوى، وهكذا عدة مرات. أنا عايز سكر، مش عارف أفهمه إزاي إن أنا عايز سكر. وقد فهمت بأن الكلمة الصينية التي في الكتاب الصغير تعني حلوى رغم أنها مترجمة بمعنى السكر. وكان البائع بيده كوب من الشاي، فخطرت لي فكرة أن أشرح له السكر عن طريق لغة الإشارة. فأشرت إلى كوب الشاي وحاولت أن أوضح له أنني أبحث عن الشاي الذي يوضع في الكوب ويمكن إذابته بالملعقة. قلت له أنا عايز بتاع اللي بتحطه هنا كده وتقلبه بالمعلقة. فدخل جوه ولقيته جايب لي شاي جاف. فقلت له ليس الشاي الجاف هو الذي، وإنما هو الشيء الآخر الذي يوضع في الكوب ويقلب هكذا. فنظر الرجل بدهشة، وحاول الرجل أن يوضح لي إن عمل كوب من الشاي لا يحتاج إلا ماء ساخن وشاي جاف، وإن الرجل الصيني لا يضع شيء آخر في كوب الشاي. أقول له في حاجة، يقول لي ما فيش، هو الشاي ده اللي بتحطه والمية السخن. أقول له بتاع اللي بتقلب، عمره ما بيحط حاجة بتتقلب في الكوباية، ما يعرفش، لأنه عمره ما بيحط سكر في الشاي. وفشلت المحاولة في الحصول على السكر، وكان علي أن أتنازل عن الرغبة الجامحة في شرب قهوة بالسكر، وأن أكتفي بشرب القهوة السوداء بدون سكر. ولم تساعدني لغة الإشارة في الحصول على بعض من السكر، فحتى لغة الإشارة تكون أحيانا عاجزة عن وصف ما نريد أن نقوله. أنا عايز أوضح بس إن مش كل دايما لغة الإشارة كل مرة بتنجح في حالات كتيرة، لكن في بعض الحالات بتفشل، زي ما أنا حاولت أشرح للراجل أقول له البتاع اللي بتحط في الكوباية وتقلبه،
فما فهمش، لان ما فيش حاجه عند الصينيين اصلا بتتحط في الكوبايه غير الشاي، الشاي والميه بس، ما فيش واحد صيني بيحط في الكوبايه سكر مع الشاي، فعشان كده ما قدرتش افهمه ولا اوصل له هذه الرساله. اعود مره اخرى الى صديقي بيدرو، فلم استطع بلغه الاشاره ان اقول له من اين انا. الراجل بيقول لي انت فين ومنين، مش عارف اقول له ايه، اقول له انا منين ولا دي ازاي. لم استطع بلغه الاشاره ان اقول له من اين انا ولماذا جئت الى هذه الغابات وماذا اريد منه. فكان ينظر الى هذا الغريب بدهشه وتدور في راسه اسئله كثيره بدون اجابه. حاولت ان اواصل الحوار معه، فالحوار يصنع الصداقات ويفتح ابواب القلوب. فاشرت بيدي الى السكين الكبيرة التي يحملها في يده، وشايل سكينة بيقطع بها النباتات، فشورت له على السكينة وسألته هل يمكنني أن أساعده في قطع الأشجار والحشائش، فلم يعترض وأعطاني السكين وبدأت أقطع الحشائش كما كان يفعل. بدأت أقطع مع الحشائش أساعده، ولكن على ما يبدو أنني كنت أمسك السكين بطريقة غير صحيحة، أنا كنت بقطع كده وهو الواجب تقطع كده، عشان السكينة لو فلتت ما تجيش على رجليك، كده هتيجي على رجليك لو فلت، كده لو فلت مش هتيجي على رجليك. ولكن على ما يبدو أنني كنت أمسك السكين بطريقة غير صحيحة، وبدأ بيدرو يشرح لي الطريقة الصحيحة لمسك السكين، وإن اتجاه قطع الحشائش لا يجب أن يكون في اتجاه الجسم، حتى إذا فلتت السكين لا تصيب ساقي. وعند ذلك شعرت بالنجاح في عمل حوار معه، وإنني على وشك أن يكون لي صديق هنا. هو أول ما بدأ يشرح لي والسكينة تعمل كده، خلاص بقى في حوار بينه وبينه، وحسيت أن احنا على وشك أن احنا نكون أصدقاء، وأنني على وشك أن يكون لي صديق هنا، بل لابد أن أجعل منه صديق، فإنني في هذه الحالة مثل الغريق الذي يبحث عن طوق النجاة، وهو بالنسبة لي طوق النجاة. ولذلك كان لابد أن أجعل منه صديقا لي، سواء رضى أم أبى. الآن قد انتهى بيدرو من قطع الأخشاب، خلاص خلص الحاجات اللي بيقطعها، وأخذ يمشي عائدا إلى قبيلته في وسط الغابات، وأنا أتبعه خطوة بخطوة كأنني ظله. هو خلص وماشي مروح، وأنا فضلت ماشي وراه، وهو كل شوية يسألني أنت رايح فين، أنت عايز إيه. فأنا قلت له إن أنا ماشي معاك، وأنا أتبعه خطوة بخطوة وكأنني ظله الذي يمشي خلفه. وبدأ يسألني مرة أخرى ماذا أريد وإلى أين أنا ذاهب، فأشرت إليه أنني سأذهب معه، ووضعت كف يدي الأسنان مع بعضهما تحت خدي الأيمن، وأملت رأسي ناحية اليمين، معنى أنا قلت له أنا جاي وحنام عندكم، وكنت أقصد بذلك أنني سأنام عندهم. فرفع إصبع السبابة إلى أعلى، رفع صبعه كده، وكان يقصد من ذلك أن يسألني هل أنا هنا وحدي. فهززت رأسي بالإجابة وقلت له نعم أنا وحدي وليس معي أحد. فابتسم بيدرو متعجبا من حال هذا الغريب، وكانت ابتسامته تلك بمثابة وعد بالأمان ووعد بالصداقة، تلك الصداقة التي فرضت عليه دون اختياره، فهو من الآن صديقي سواء شاء ذلك أو لم يشاء، فهو صديقي رغم أنفه.